درس اللازوردي طائر مغرد من الفصيلة العنبرية. يتواجد هذا الطائر الجميل في كندا وفي تكساس الشمالية وفي وسط نيو مكسيكو واريزونا وكاليفورنيا الجنوبية وعلى ساحل المحيط الهادئ. واسمه جاء نسبة لحجر اللازوريت، وهو من الأحجار الكريمة نظرا للونه الأزرق. وصف الطائر: يبلغ طول هذا الطائر الجميل من 13 إلى 14 سنتيمتر تقريبا. الذكور: لونها أزرق غامق والصدر من الجهة العليا أحمر والبطن أبيض اللون واللون الأسود حول عيونه. الأنثى: رمادية اللون ومؤخرة العنق والظهر ممزوجة باللون الأزرق الفاتح. الكتفين أزرق فاتح واللون الأحمر أخف على الصدر. الغذاء: يتغذى هذا الطائر على البذور والحشرات والفواكه. الموائل: على التلال الكثيفة والموائل النهرية والوديان المشجرة وعلى الأشجار البلوط. التناسل: يقوم الذكر بالغناء على أعالي الأشجار ليجذب الأنثى إليه، ومن ثم يتم التزاوج، وتقوم الأنثى ببناء العش بشكل كوب على الأرض. وفي الختام سماع صوت الطائر مع تحيات قناة طيور.